السوداني اليوم الخميس. طيب امبارح كمان كان في خبر مهم جدا، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان الرماية الصاروخية حماة السماء لوحدات الدفاع الجوي. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد بيان الرماية الصاروخية حماة السماء لوحدات من قوات الدفاع الجوي، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بيتزامن أيضا مع الاحتفال بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة. بدأ البيان بكلمة الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني مشاهدينا ونهاية الأسبوع. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بيان الرماية الصاروخية حماة السماء لوحدات من قوات الدفاع الجوي، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ويتزامن مع الاحتفال بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة. بدأ البيان بكلمة الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال. شارك في تنفيذ الرماية عناصر من قوات الدفاع الجوي من مختلف الأسلحة والتخصصات، والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية. وأشاد الرئيس السيسي بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في أدائها لمهامها والدقة في إصابة الأهداف والتعامل معها، موجها التقدير والتحية لرجال القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم للدفاع عن أمن مصر واستقرارها. وتعد الرماية الفعلية بالذخيرة الحية للأنظمة والمعدات الصاروخية لقوات الدفاع الجوي من أرقى مستوى التدريب القتالي للوحدات والتشكيلات، والتي يتم من خلالها تقييم قدرة ومهارة العناصر المنفذة على حماية الأهداف الحيوية والتصدي للتهديدات والعدائيات الجوية المختلفة. حضر البيان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وعودة إلى أخبارنا مرة أخرى مشاهدي نهاية الأسبوع، واستمرارا لجهود وزارة الداخلية